قضية على الحمادي انه صار بها سوء فهم او سوء تواصل خلينا نقول بين المدرب وبين إدارة النادي، نادي برومل ونادي ويكند وندرز. اعتقد سوء التواصل هو اللي وصل انه كبر القضية وطاها اكبر من حجمها، ووصل الموضوع لانه التجاوز على اللاعب، التجاوز على الوالد اللاعب. اعتقد هذا هذا الامر غير محترف، يعني التصرف غير محترف بالنسبة للمدرب سوكوب. كان من المفترض من عنده يتواصل الجهات المسؤولة أو المدير الإداري، هو فقط من يتواصل مع إدارة الأندية وتطلب توضيح. فعلا كان اللاعب مصاب؟ نعم، اللاعب كان مصاب بإصابة طفيفة، ماينر انجينير انجري التقرير الأول يقول. بعدين اللاعب اضطروا أن يلعبوا 90+8 دقائق بسبب نفاد التبديلات حتى دقيقة 60 على ما أعتقد. البعض يطالب بإبعاد اللاعبين وخصوصا علي الحمادي عن المنتخبات الوطنيه بشكل نهائي، هل تعتقد انه علي الحمادي ارتكب جريمه؟ لا امر طبيعي. يعني عندنا احنا مثلا اذا نرجع لقضيه علي عدنان، اللاعب علي عدنان كنا لاحظنا مستواه بالتصفيات انخفض بسبب اصابه، واعتقد اللاعب لو رفض انه يلتحق بالمنتخب كان صارت الهجمه عليه كلش كبيره. الان اللاعبين بداوا يتخوفون من موضوع عدم الحضور للمنتخب. لا اعتقد ان اللاعب علي الحمادي لاعب محترف، ما اعتقد انه يرفض تمثيل منتخب بلده. واحنا اذا لاحظنا انه اللاعب دائما ما يحمل العلم العراقي، ومستحيل ما اعتقد انه يرفض. لكن قلت لك من البدايه سوء تفاهم سوء تواصل هو اللي وصل الامور. ما اعتقد انه لاعب يمثل المنتخب او مستقبل المنتخب ممكن يكون من بين ابرز اللاعبين يستحق الابعاد. اعتقد هذا الامر راجع للاتحاد العراقي، للمدرب الجديد للمنتخب الوطني، والمدرب الجديد خلينا نقول اذا كان هناك مدرب المنتخب الاولمبي. اعتقد الان العمل تابع العفو بالنسبه للاتحاد يجب ان يعمل لجنه لاحتواء هذه المواضيع، لجنه فقط هي الخاصه بالتواصل. يعني مشكله. يعني نحن ليش دائما هذا الموضوع والصخب اللي يصير على اللاعب المغترب؟ احنا عندنا لاعب مثل منتظر عبد الامير اللي ما التحق، كل تفهم وضعيته لان يعني اداره النادي ما قبلت تنطي. فاحنا هم لازم نعذر بقيه لاعبينا، بعدين الاتحاد هو راح يتوصل للقرار النهائي، هو راح يعرف الحقائق، واعتقد الحقائق موجوده باعتبار نادي برومبلي ارسل الايميل بشرح تفصيلي لاصابه اللاعب.